شو؟ عجبك البيت؟ بوجودك كل شي بيعجبني، وطالما عاجبك أكيد بيعجبني. شكرا حبيبي، بس رأيك كمان بيهمني. ايه، عملتي قصر وما حدا بيشوف مثله إلا بالأحلام. انبسطت إنه عجبك. أوه سلمى، أنا لازم روح، عندي شغل. بتعرفي ناقلين الشركة عن جديد وعنا ألف شغلة. أخذت مخزن جديد بدي روح شوفه. ايه حياتي، وأنا كمان طالعة عندي شوية شغل بدي خلصه. نطلع سوا، أنا بوصلك بطريقي بعدين بروح عالشغل. طيب أحسن. أي مجهز حالي. الو برو، هلا جاي انا وسلمى على المخزن، بتروح لهنيك وتظبطه. اهلا وسهلا معلم. اهلا فيك. هذا هو المخزن. شرفتينا. بارد. هيك لازم يكون من شان البضاعة. ما في أخبار؟ ما تقول إلا وصلوا معلمي. رح يوصل لنا شحنتين بضاعة. أنتوا مشغولين كتير هلأ، أنا رح روح. يلا بخاطرك حبيبي، شوفك المساء. مع السلامة حياتي. كل شيء مثل ما بدنا، خطتنا ماشية ومن أحلى ما يكون. إيه، وصار دورك، بس انتبه. لا تخاف، راح لكتير وما صفي إلا القليل لتنحل الأمور. يا عيني عليك. تأخر الوقت، تعال ننام حبيبي. مظبوط، حاجتنا. الو. طيب ابراهيم بيك هالتليفون يا بيك. خير، شو صاير ليك تصل بهالوقت؟ الو. مشي الحال معلم. لك انت شو عم تخبص؟ امتى صار هيك؟ هلا؟ ماشي ماشي، مسافة الطريق وبكون عندك. سلمى راح المخزن. ليش شو صار له المخزن؟ عم بيقول لي انحرق وما بعرف شو صاير هنيك. اتركيني روح شوف هالمصيبة، لازم روح. استنى انا بجي معك. حياتي انت ما فيك تعملي شيء، الشرطة والاطفائية هنيك، انت خليكي هون لو سمحتي.
شغلتها سهلة، عيارة كم لتر بنزين وكم عود كبريت ومنطلع خالصين. بس بتعرف قد ما كان هالمخزن ملكك ما تضايقت لأنه حرقته بكيفك؟ بالعكس مبسوط. سألني ليش لشوف؟ ليش؟ لأنه اللي بيرضى بالقليل ما بيقدر يوصل لهون يا روح أمك. صحتك والباقي لبعدين. لساتنا بأول طريق.